الاستبداد والدين. تضافرت آراء أكثر العلماء الناظرين في التاريخ الطبيعي للأديان على أن الاستبداد السياسي متولد من الاستبداد الديني، والبعض يقول إن لم يكن هناك توليد فهما أخوان أبوهما التغلب وأمهما الرياسة، أو هما صنوان قويان بينهما رابطة الحاجة على التعاون لتذليل الإنسان، والمشاكلة بينهما أنهما حاكمان. احدهما في مملكه الاجسام والاخر في عالم القلوب، والفريقان مصيبان في حكمهما بالنظر الى مغزى اساطير الاولين والقسم التاريخي من التوراه والرسائل المضافه الى الانجيل، ومخطئون في حق الاقسام التعليميه الاخلاقيه فيهما، كما هم مخطئون اذا نظروا الى ان القران جاء مؤيدا للاستبداد السياسي. وليس من العذر شيء ان يقولوا نحن لا ندرك دقائق القرآن نظرا لخفائها علينا في طي بلاغته ووراء العلم بأسباب نزول آياته، وانما نبني نتيجتنا على مقدمات ما نشاهد عليه المسلمين منذ قرون الى الان من استعانة مستبديهم بالدين. يقول هؤلاء المحررون ان التعاليم الدينيه ومنها الكتب السماويه تدعو البشر الى خشيه قوه عظيمه هائله لا تدرك العقول كنهها قوه تتهدد الانسان بكل مصيبه في الحياه فقط كما عند البوذيه واليهوديه او في الحياه وبعد الممات كما عند النصارى والاسلام تهديدا ترتعد منه الفرائص فتخور القوى وتنذهل منه العقول فتستسلم للخبل والخمول ثم تفتح هذه التعاليم ابوابا للنجاه من تلك المخاوف نجاه وراءها نعيم مقيم ولكن على تلك الابواب حجاب من البراهمه والكهنه والقصوص وامثالهم الذين لا ياذنون للناس بالدخول ما لم يعظموهم مع التذلل والصغار ويرزقوهم باسم نذر او ثمن غفران حتى ان اولئك الحجاب في بعض الاديان يحجزون فيما يزعمون لقاء الارواح بربها ما لم ياخذوا عنها مكوس المرور الى القبور وفديه الخلاص من مطهر الاعراف. وهؤلاء المهيمنون على الاديان كم يرهبون الناس من غضب الله وينذرونهم بحلول مصائبه وعذابه عليهم ثم يرشدونهم الى ان لا خلاص ولا مناص لهم الا بالالتجاء الى سكان القبور الذين لهم داله بل سطوه على الله فيحمونهم من غضبه ويقولون ان السياسيين يبنون كذلك استبدادهم على اساس من هذا القبيل. فهم يسترهبون الناس بالتعالي الشخصي والتشامخ الحسي ويذللونهم بالقهر والقوه وسلب الاموال حتى يجعلوهم خاضعين لهم عاملين لاجلهم يتمتعون بهم كانهم نوع من الانعام التي يشربون البانها وياكلون لحومها ويركبون ظهورها وبها يتفاخرون ويرون أن هذا التشاكل في بناء ونتائج الاستبدادين الديني والسياسي جعلهما في مثل فرنسا خارج باريس مشتركين في العمل كأنهما يدان متعاونتان، وجعلهما في مثل روسيا مشتبكين في الوظيفة كأنهما اللوح والقلم يسجلان الشقاء على الأمم. ويقررون ان هذا التشاكل بين القوتين يجر بعوام البشر وهم السواد الاعظم الى نقطه ان يلتبس عليهم الفرق بين الاله المعبود بحق وبين المستبد المطاع بالقهر، فيختلطان في مضايق اذهانهم من حيث التشابه في استحقاق مزيد التعظيم والرفعه عن السؤال وعدم المؤاخذه على الافعال، بناء عليه لا يرون لانفسهم حقا في مراقبة المستبد لانتفاء النسبة بين عظمته ودناءتهم وبعبارة أخرى يجد العوام معبودهم وجبارهم مشتركين في كثير من الحالات والاسماء والصفات وهم هم ليس من شأنهم أن يفرقوا مثلا بين الفعال المطلق والحاكم بأمره وبين لا يُسأل عما يفعل وغير مسؤول وبين المنعم وولي النعم وبين جل شأنه وجليل الشأن وبناء عليه يعظمون الجبابره تعظيمهم لله، ويزيدون تعظيمهم على التعظيم لله لانه حليم كريم، ولان عذابه آجل غائب، واما انتقام الجبار فعاجل حاضر. والعوام كما يقال عقولهم في عيونهم، يكاد لا يتجاوز فعلهم المحسوس المشاهد، حتى يصح ان يقال فيهم لولا رجاؤهم بالله وخوفهم منه فيما يتعلق بحياتهم الدنيا لما صلوا ولا صاموا. ولولا أملهم العاجل لما رجحوا قراءة الدلاء والأوراد على قراءة القرآن ولا رجحوا اليمين بالأولياء المقربين كما يعتقدون على اليمين بالله وهذه الحال هي التي سهلت في الأمم الغابرة المنحطة دعوى بعض المستبدين الألوهية على مراتب مختلفة حسب استعداد أذهان الرعية حتى يقال: إنه ما من مستبد سياسي إلى الآن إلا ويتخذ له صفة قدسية يشارك بها الله أو تعطيه مقام ذي علاقة مع الله، ولا أقل من أن يتخذ بطانة من خدمة الدين يعينونه على ظلم الناس باسم الله واقل ما يعينون به الاستبداد تفريق الامم الى مذاهب وشيع متعادية تقاوم بعضها بعضا فتتهاتر قوة الامة ويذهب ريحها فيخلو الجو للاستبداد ليبيض ويفرخ. وهذه سياسة الانجليز في المستعمرات لا يؤيدها شيء مثل انقسام الاهالي على انفسهم وافناؤهم بأسهم بينهم بسبب اختلافهم في الاديان والمذاهب. ويعللون أن قيام المستبدين من أمثال أبناء داوود وقسطنطين في نشر الدين بين رعاياهم وانتصار مثل فيليب الثاني الإسباني وهنري الثامن الإنجليزي للدين حتى بتشكيل مجالس إنجليزيسيون وقيام الحاكم الفاطمي والسلاطين الأعاجم في الإسلام بالانتصار لغلاة الصوفية وبناؤهم لهم التكايا لم يكن الا بقصد الاستعانه بممسوخ الدين وببعض اهله المغفلين على ظلم المساكين واعظم ما يلائم مصلحه المستبد ويؤيدها ان الناس يتلقون قواعده واحكامه باذعان بدون بحث او جدال فيودون تاليف الامه على تلقي اوامرهم بمثل ذلك ولهذا القصد بعينه كثيرا ما يحاولون بناء اوامرهم او تفريعها على شيء من قواعد الدين، ويحكمون بان بين الاستبدادين السياسي والديني مقارنه لا تنفك متى وجد احدهما في امه جر الاخر اليه او متى زال زال رفيقه، وان صلح اي ضعف احدهما صلح او ضعف الثاني، ويقولون ان شواهد ذلك كثيره جدا لا يخلو منها زمان ولا مكان. ويبرهنون على أن الدين أقوى تأثيراً من السياسة إصلاحاً وإفساداً، ويمثلون بالسكسون أي الإنجليز والهولنديين والأمريكان والألمان الذين قبلوا البروتستانتية، فأثر التحرير الديني في الإصلاح السياسي والأخلاق أكثر من تأثير الحرية المطلقة السياسية في جمهور اللاتين أي الفرنسيين والطليان والإسبانيول والبرتغال. وقد اجمع الكتاب السياسيون المدققون بالاستناد على التاريخ والاستقراء على ان ما من امة او عائلة او شخص تنطع في الدين اي تشدد فيه الا واختل نظام دنياه وخسر اولاه وعقباه. والحاصل ان كل المدققين السياسيين يرون ان السياسة والدين يمشيان متكاتفين ويعتبرون ان اصلاح الدين هو اسهل واقوى واقرب طريق للاصلاح السياسي. وربما كان اول من سلك هذا المسلك اي استخدم الدين في الاصلاح السياسي هم حكماء اليونان، حيث تحيلوا على ملوكهم المستبدين في حملهم على قبول الاشتراك في السياسه باحيائهم عقيده الاشتراك في الالوهيه، اخذوها عن الاشوريين ومزجوها باساطير بصوره تخصيص العداله بإله والحرب بإله والامطار بإله الى غير ذلك من التوزيع. وجعلوا لإله الآلهة حق النظارة عليهم وحق الترجيح عند وقوع الاختلاف بينهم، ثم بعد تمكن هذه العقيدة في الأذهان لما ألبست من جلالة المظاهر وسحر البيان سهل على أولئك الحكماء دفعهم الناس إلى مطالبة جبابرتهم بالنزول من مقام الانفراد وبأن تكون إدارة الأرض كإدارة السماء، فانصاع ملوكهم إلى ذلك مكرهين. وهذه هي الوسيلة العظمى التي مكنت اليونان أخيرا من إقامة جمهوريات أتينا وإسبارتا وكذلك فعل الرومان وهذا الأصل لم يزل المثال القديم لأصول توزيع الإدارة في الحكومات الملكية والجمهوريات على أنواعها إلى هذا العهد إنما هذه الوسيلة أي التشريك فضلا عن كونها باطلة في ذاتها نتج عنها أخيرا رد فعل أضر كثيرا وذلك أنها فتحت لمشعوذين من سائر طبقات الناس بابا واسعا لدعوى شيء من خصائص الألوهية كالصفات القدسية والتصرفات الروحية وكان قبل ذلك لا يتهجم على مثلها غير أفراد من الجبابرة كنمرود إبراهيم وفرعون موسى ثم صار يدعيها البرهمي والبادري والصوفي ولملاءمة هذه المفسدة لطباع البشر من وجوه كثيرة ليس بحثنا هذا محلها، انتشرت وعمت وجندت جيشا عرمرما يخدم المستبدين. وقد جاءت التوراه بالنشاط فخلصتهم من خمول الاتكال بعد ان بلغ فيهم ان يكلفوا الله ونبيه يقاتلان عنهم. وجاءتهم بالنظام بعد فوضى الاحلام، ورفعت عقيده التشريك مستبدله مثلا اسماء الالهه المتعدده بالملائكه، ولكن لم يرضى ملوك ال كوهين بالتوحيد فافسدوه. ثم جاء الانجيل بسلسبيل الدعوه الحلم فصادف افئده محروقه بنار القساوه والاستبداد، وكان ايضا مؤيدا لناموس التوحيد، ولكن لم يقو دعاته الاولون على تفهيم تلك الاقوام المنحطه الذين بادروا لقبول النصرانيه قبل الامم المترقيه ان الابوه والبنوه صفتان مجازيتان يعبر بهما عن معنى لا يقبله العقل الا تسليما. كمسألة القدر التي ورثت الاسلامية التفلسف فيها عن اديان الهنود واوهام اليونان، ولهذا تلقت الامم الابوة والبنوة بمعنى توالد حقيقي لانه اقرب الى مداركهم البسيطة التي يصعب عليها تناول ما فوق المحسوسات، ولانهم كانوا قد الفوا الاعتقاد في بعض جبابرتهم الاولين انهم ابناء الله. فكبر عليهم ان يعتقدوا في عيسى عليه السلام صفه هي دون مقام اولئك الملوك. ثم لما انتشرت النصرانيه ودخلها اقوام مختلفون تلبست ثوبا غير ثوبها كما هو شان سائر الاديان التي سلفتها فتوسعت برسائل بولس ونحوها فامتزجت بازياء وشعائر وثنيه للرومان والمصريين. مضافه على شعائر الاسرائيليين واشياء من الاساطير وغيرها واشياء من مظاهر الملوك ونحوها. وهكذا صارت النصرانية تعظم رجال الكهنوت إلى درجة اعتقاد النيابة عن الله والعصمة عن الخطأ وقوة التشريع ونحو ذلك مما رفضه أخيرا البروتستانت أي الراجعون في الأحكام لأصل الإنجيل. ثم جاء الإسلام مهذبا لليهودية والنصرانية مؤسسا على الحكمة والعزم هادما للتشريك بالكلية. ومحكما لقواعد الحريه السياسيه المتوسطه بين الديمقراطيه والارستقراطيه فاسس التوحيد ونزع كل سلطه دينيه او تغليبيه تتحكم في النفوس او في الاجسام ووضع شريعه حكمه اجماليه صالحه لكل زمان وقوم ومكان واوجد مدينه فطريه ساميه واظهر للوجود حكومه كحكومه الخلفاء الراشدين التي لم يسمح الزمان بمثال لها بين البشر حتى ولم يخلفهم فيها بين المسلمين انفسهم خلف الا بعض شواد كعمر بن عبد العزيز والمهتدي العباسي ونور الدين الشهيد فان هؤلاء الخلفاء الراشدين فهموا معنى ومغزى القران النازل بلغتهم وعملوا به واتخذوه اماما فانشاوا حكومه قضت بالتساوي حتى بينهم انفسهم وبين فقراء الامه في نعيم الحياه وشظفها واحدثوا في المسلمين عواطف اخوه وروابط هيئه اجتماعيه اشتراكيه لا تكاد توجد بين اشقاء يعيشون باعاله اب واحد وفي حضانه ام واحده لكل منهم وظيفة شخصية ووظيفة عائلية ووظيفة قومية، على أن هذا الطراز السامي من الرياسة هو الطراز النبوي المحمدي، لم يخلفه فيه حقا غير أبي بكر وعمر ثم أخذ بالتناقص، وصارت الأمة تطلبه وتبكيه من عهد عثمان إلى الآن، وسيدوم بكاؤها إلى يوم الدين إذا لم تنتبه لاستعواضه بطراز سياسي شوري. ذلك الطراز الذي اهتدت اليه بعض امم الغرب تلك الامم التي لربما صح ان نقول قد استفادت من الاسلام اكثر مما استفاده المسلمون وهذا القران الكريم مشحون بتعاليم اماته الاستبداد واحياء العدل والتساوي حتى في القصص منه ومن جملتها قول بلقيس ملكه سبا من عرب تبع تخاطب اشراف قومها قالت يا ايها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون قالوا نحن اول قوه واول بأس شديد والامر اليك فانظري ماذا تأمرين قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك يفعلون فهذه القصه تعلم كيف ينبغي ان يستشير الملوك الملأ اي اشراف الرعيه وان لا يقطعوا امرا الا برايهم وتشير الى لزوم ان تحفظ القوه والباس في يد الرعيه وان يخصص الملوك بالتنفيذ فقط وان يكرموا بنسبه الامر اليهم توقيرا وتقبح شان البلوك المستبدين ومن هذا الباب ايضا ما ورد في قصه موسى عليه السلام مع فرعون في قوله تعالى قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون؟ اي قال الاشراف بعضهم لبعض ماذا رأيكم؟ قالوا خطابا لفرعون وهو قرارهم ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم، ثم وصف مذاكراتهم بقوله تعالى: فتنازعوا امرهم أي رأيهم بينهم وأصر النجوى أي أفضت مذاكراتهم العلنية إلى النزاع فأجروا مذاكرة سرية طبق ما يجري إلى الآن في مجالس الشورى العمومية بناء على ما تقدم لا مجال لرمي الإسلامية بتأييد الاستبداد مع تأسيسها على مئات من أمثال هذه الآيات البينات التي منها قوله تعالى وشاورهم في الأمر أي في الشأن ومن قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم اي اصحاب الراي والشان منكم وهم العلماء والرؤساء على ما اتفق عليه اكثر المفسرين وهم الاشراف في اصطلاح السياسي ومما يؤيد هذا المعنى ايضا قوله تعالى وما امر فرعون اي ما شانه وحديث امري من الملائكه جبريل اي مشاوري وليس بالامر الغريب ضياع معنى اولي الامر على كثير من الافهام بتضليل علماء الاستبداد الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، وقد اغفلوا معنى قيد منكم اي المؤمنين منعا لتطرق الافكار المسلمين الى التفكر بان الظالمين لا يحكمونهم بما انزل الله، ثم التدرج الى معنى ايه ان الله يامر بالعدل اي التساوي. واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل اي التساوي ثم ينتقل الى معنى ايه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ثم يستنتج عدم وجوب طاعه الظالمين وان قال بوجوبها بعض الفقهاء الممالئين دفعا للفتنه التي تحصد امثالهم حصدا والاغرب من هذا جسارتهم على تضليل الافهام في معنى امر في آية: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطرفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، فإنهم لم يبالوا أن ينسبوا إلى الله الأمر بالفسق. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والحقيقة في معنى أمرنا هنا أنه بمعنى أمرنا بكسر الميم أو تشديدها، أي جعلنا أمراءها مطرفيها ففسقوا فيها. اي ظلموا اهلها فحق عليهم العذاب اي نزل بهم العذاب والاغرب من هذا وذاك انهم جعلوا للفظه العدل معنى عرفيا وهو الحكم بمقتضى ما قاله الفقهاء حتى اصبحت لفظه العدل لا تدل على غير هذا المعنى مع ان العدل لغه التسويه فالعدل بين الناس هو التسويه بينهم وهذا هو المراد في ايه ان الله يامر بالعدل وكذلك القصاص في ايه ولكم في القصاص حياه المتوارده مطلقا للمعاقبه بالمثل فقط على ما يتبادر الى اذهان الاسرى الذين لا يعرفون للتساوي موقعا في الدين غير الوقوف بين يدي القضاء وقد عدد الفقهاء من لا تقبل شهادتهم لسقوط عدالتهم فذكروا حتى من ياكل ماشيا في الاسواق ولكن شيطان الاستبداد انساهم ان يفسقوا الامراء الظالمين فيردوا شهادتهم ولعل الفقهاء يعذرون بسكوتهم هنا مع تشنيعهم على الظالمين في مواقع اخرى ولكن ما عذرهم في تحويل معنى الايه ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر الى ان هذا الفرض هو فرض كفايه لا فرض عين والمراد منه سيطرة افراد المسلمين بعضهم على بعض لا اقامة فئة تسيطر على حكامهم كما اهتدت الى ذلك الامم الموفقة للخير، فخصصت منها جماعات باسم مجالس نواب وظيفتها السيطرة والاحتساب على الادارة العمومية السياسية والمالية والتشريعية، فتخلصوا بذلك من شآمة الاستبداد. اليست هذه السيطرة وهذا الاحتساب بأهم من السيطرة على الافراد؟ ومن يدري من اين جاء فقهاء الاستبداد بتقديس الحكام عن المسؤوليه حتى اوجبوا لهم الحمد اذا عدلوا واوجبوا الصبر عليهم اذا ظلموا وعدوا كل معارضه لهم بغيا يبيح دماء المعارضين اللهم ان المستبدين وشركاءهم قد جعلوا دينك غير الدين الذي انزلت فلا حول ولا قوه الا بك كذلك ما عذر اولئك الصوفية الذين جعلتهم الانعامات على زواياتهم ان يقولوا: لا يكون الامير الاعظم الا وليا من اولياء الله، ولا ياتي امرا الا بالهام من الله، وانه يتصرف في الامور ظاهرا، ويتصرف فيها قطب الغوت باطنا، الا سبحان الله ما احلمه. نعم لولا حلم الله لخسف الارض بالعرب. حيث ارسل لهم رسولا من انفسهم اسس لهم افضل حكومه اسست في الناس جعل قاعدتها قوله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته اي كل منكم سلطان عام ومسؤول عن الامه وهذه الجمله التي هي اسمى وابلغ ما قاله مشرع سياسي من الاولين والاخرين فجاء من المنافقين من حرف المعنى عن ظاهره وعموميته إلى أن المسلم راع على عائلته ومسؤول عنها فقط، كما حرفوا معنى الآية: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إلى ولاية الشهادة دون الولاية العامة، وهكذا غيروا مفهوم اللغة، وبدلوا الدين، وطمسوا على العقول حتى جعلوا الناس ينسون لذة الاستقلال وعزة الحرية. بل جعلوهم لا يعقلون كيف تحكم امه نفسها بنفسها دون سلطان قاهر، وكان المسلمين لم يسمعوا بقول النبي عليه السلام الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى، وهذا الحديث من اصح الاحاديث لمطابقته للحكمه ومجيئه مفسرا الايه ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فان الله جل شانه ساوى بين عباده مؤمنين وكافرين في المكرمه بقوله ولقد كرمنا بني ادم ثم جعل الافضليه في الكرامه للمتقين فقط ومعنى التقوى لغه ليس كثره العباده كما صار ذلك حقيقه عرفيه غرسها علماء الاستبداد القائلين في تفسير عند الله اي في الاخره دون الدنيا بل التقوى لغة هي الاتقاء أي الابتعاد عن رذائل الأعمال احترازا من عقوبة الله فقوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم كقوله إن أفضل الناس أكثرهم ابتعادا عن الآتام وسوء عواقبها وقد ظهر مما تقدم أن الإسلامية مؤسسة على أصول الحرية برفعها كل سيطرة وتحكم بأمرها بالعدل والمساواة والقسط والإخاء بحضها على الإحسان والتحابو وقد جعلت أصول حكومتها الشورى الأرستقراطية أي شورى أهل الحل والعقد في الأمة بعقولهم لا بسيوفهم وجعل أصول إدارة الأمة التشريع الديمقراطي أي الاشتراكي حسب ما يأتي فيما بعد وقد مضى عهد النبي عليه السلام وعهد الخلفاء الراشدين على هذه الأصول بأتم وأكمل صورها ومن المعلوم أنه لا يوجد في الإسلامية نفوذ ديني مطلقا في غير مسائل إقامة شعائر الدين ومنها القواعد العامة التشريعية التي لا تبلغ مئة قاعدة وحكم كلها من أجل وأحسن ما اهتدى إليه المشرعون من قبل ومن بعد ولكن وأسفا على هذا الدين الحر الحكيم السهل السمح الظاهرة فيه آثار الرقي على غيره من سوابقه الدين الذي رفع الاصر والاغلال واباد الميز والاستبداد الدين الذي ظلمه الجاهلون فهجروا حكمه القران ودفنوها في قبور الهوان الدين الذي فقد الانصار الابرار والحكماء الاخيار فسطى عليه المستبدون والمترشحون للاستبداد واتخذوه وسيله لتفريق الكلمه وتقسيم الامه شيعا وجعلوه اله لاهوائهم السياسيه فضيعوا مزاياه وحيروا اهله بالتفريع والتوسيع والتشديد والتشويش وادخال ما ليس منه فيه كما فعل قبلهم اصحاب الاديان السائره حتى جعلوه دينا حرجا يتوهم الناس فيه ان كل ما دونه المتفننون بين دفتي كتاب ينسب لاسم اسلامي هو من الدين وبمقتضاها الا يقوى على القيام بواجباته وادابه ومزيداته الا من لا علاقه له بالحياه الدنيا بل اصبحت بمقتضاها حياه الانسان الطويل العمر العاطل عن كل عمل لا تفي بتعلم ما هي الاسلاميه عجزا عن تمييز الصحيح من الباطل من تلك الاراء المتشعبه التي اطال اهلها فيها الجدال والمناظره وما افترقوا إلا وكل منهم في موقفه الأول يظهر أنه ألزم خصمه الحجة وأسكته بالبرهان والحقيقة أن كلا منهم قد سكت تعبا وكللا من المشاغبة وبهذا التشديد الذي أدخله على الدين منافس المجوس انفتح على الأمة باب التلوم على النفس واعتقاد التقصير المطلق وأن لا نجاة ولا بخرج ولا إنكان لمحاسبة النفس فضلا عن محاسبة الحكام المنوط بهم قيام العدل والنظام وهذا الإهمال للمراقبة وهو إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد أوسع لأمراء الإسلام مجال الإستبداد وتجاوز الحدود وبهذا وذاك ظهر حكم الحديد لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليستعملن الله عليكم شراركم فيسومونكم سوء العذاب واذا تتبعنا سيره ابي بكر وعمر رضي الله عنهما مع الامه نجد انهما مع كونهما مفطورين خير فطره ونائلين التربيه النبويه لم تترك الامه معهما المراقبه والمحاسبه ولم تطعهما طاعه عمياء وقد جمع بعضهم جملة مما اقتبسه وأخذه المسلمون عن غيرهم وليس هو من دينهم بالنظر إلى القرآن والمتواترات من الحديث وإجماع السلف الأول فقال: اقتبسوا من النصرانية مقام البابوية باسم الغوثية وظاهروا في الأوصاف والأعداد، أوصاف وأعداد البطارقة والكاردينالية والشهداء والأساقفة، وحاكوا مظاهر القديسين وعجائبهم والدعاة المبشرين وصبرهم. والرهبنات ورؤساؤها وحالة الأديرة وبادريتها والرهبنات ورسومها والحبية وتوقيتها وقلدوا رجال الكهنوت والبراهمة في مراتبهم وتميزهم بألبستهم وشعورهم ولبس المسابح في الرقاب وقلدوا الوثنيين الرومانيين في الرقص على أنغام الناي والتغالي في تطيب الموتى والاحتفال الزائد في الجنائز وتسريح الذبائح معها وتكليلها وتكليل القبور بالزهور، وشاكلوا مراسم الكنائس وزينتها، والبيع واحتفالاتها، والترنحات ووزنها، والترنمات وأصولها، وإقامة الكنائس على القبور، وشد الرحال لزيارتها، والإسراج عليها، والخضوع لديها، وتعليق الآمال بسكانها، وأخذوا التبرك بالآثار، كالقدح والحربه والدستار من احترام الذخيره وقدسيه العكاز وكذلك امرار اليد على الصدر عند ذكر الصالحين من امرارها على الصدر لاشاره الصليب وانتزع الحقيقه من السر ووحده الوجود من الحلول والخلافه من الرسم والسقيا من تناول القربان والمولد من الميلاد وحفلته من الاعياد ورفع الاعلام من حمل الصلبان وتعليق ألواح الأسماء المصدرة بالنداء على الجدران من تعليق الصور والتماثيل والاستفادة والمراقبة من التوجه بالقلوب انحناء أمام الأصنام ومنع الاستهداء من نصوص الكتاب والسنة كحضر الكاثوليك التفهم من الإنجيل وامتناع أحبار اليهود عن إقامة الدليل من التوراة في الأحكام وجاءوا من المجوسية باستطلاع الغيب من الفلك وبخشيه اوضاع الكواكب وباتخاذ اشكالها شعارا للملك وباحترام النار ومواقدها وقلدوا البوذيين حرفا بحرف في الطريق والرياضه وتعذيب الجسم بالنار والسلاح واللعب بالحيات والعقارب وشرب السموم ودق البطول والصنوج وجعل رواتب من الابعيه والاناشيد والاحزاب واعتقاد تأثير العزائم ونداء الأسماء وحمل التمائم إلى غير ذلك مما هو مشاهد في بوذي الهند وماجوس فارس والسند إلى يومنا هذا وقد قيل إنه نقله إلى الإسلامية أمثال جون ووست وسلطان علي مانيلا والبغدادي وحاشية فلان الشيخ وفلان الفارسي على أن إسناد ذلك إلى أشخاص معينين يحتاج إلى تثبيت ولفقوا من الاساطير والاسرائيليات انواعا من القربات وعلوما سموها لدنيات، وكذلك يقال عن مبتدعي النصارى من ان اكثر ما اعتبره المتاخرون منهم من الشعائر الدينيه حتى مشكله التثليت لا اصل له فيما ورد عن نفس المسيح عليه السلام، انما هو مزيدات وترتيبات قليلها مبتدع وكثيرها متبع. وقد اكتشف العلماء الأثاريون من الصفائح الحفرية الهندية والأشورية ومن الصحف التي وجدت في نواويس المصريين الأقدمين على مآخذ أكثرها وكذلك وجدوا لمزيدات التلمود وبدع الأحبار أصولا في الأساطير والآثار والألواح الأشورية وترقوا في التطبيق والتدقيق الى ان وجدوا معظم الخرافات المضافه الى اصول عامه الاديان في الشرق الادنى مقتبسه من الوضعيات المنسوبه لنحل الشرق الاقصى وقد كشفت الاثار ان الاستبداد اخفى تاريخ الاديان وجعل اخبار منشئها في ظلام مطبق حتى ان اعداء الاديان المتاخرين امكنهم ان ينكروا اساسا وجود موسى وعيسى عليهما السلام كما شوش الاستبداد في المسلمين تاريخ ال البيت عليهم الرضوان، الامر الذي تولد عنه ظهور الفرق التي تشيعت لهم كالاماميه والاسماعيليه والزيديه والحاكميه وغيرهم. والخلاصه ان البدع التي شوشت الايمان وشوهت الاديان تكاد كلها تتسلل بعضها من بعض وتتولد جميعها من غرض واحد هو المراد الا وهو الاستعباد. والناظر المدقق في تاريخ الاسلام يجد للمستبدين من الخلفاء والملوك الاولين وبعض العلماء الاعاجم وبعض مقلديهم من العرب المتاخرين اقوالا افتروها على الله ورسوله تضليلا للامه عن سبيل الحكمه يريدون بها اطفاء نور العلم واطفاء نور الله ولكن ابى الله الى ان يتم نوره فحفظ للمسلمين كتابه الكريم الذي هو شمس العلوم وكنز الحكم من أن تمسه يد التحريف وهي إحدى معجزاته لأنه قال فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون فما مسه المنافقون إلا بالتأويل وهذا أيضا من معجزاته لأن أخبر عن ذلك في قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله واني امثل للمطالعين ما فعله الاستبداد في الاسلام بما حجر على العلماء الحكماء من ان يفسروا قسمي الالاء والاخلاق من القران تفسيرا مدققا لانهم كانوا يخافون مخالفه راي بعض الغفل السالفين او بعض المنافقين المقربين المعاصرين فيكفرون فيقتلون وهذه مساله اعجاز القران وهي اهم مساله في الدين لم يقدروا ان يوفوها حقها من البحث واقتصروا على ما قاله فيها بعض السلف قولا مجملا من انها قصور الطاقه عن الاتيان بمثله في فصاحته وبلاغته وانه اخبر على ان الروم من بعد غلبهم سيغلبون مع انه لو فتح للعلماء ميدان التدقيق وحريه الراي والتاليف كما اطلق عنان التخريف لاهل التاويل والحكم لاظهروا في الوف من ايات القران الوف ايات من الاعجاز ولا راوا فيه كل يوم ايه تتجدد مع الزمان والحدثان تبرهن اعجازه بصدق قوله ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين ولجعلوا الامه تؤمن باعجازه عن برهان وعيان لا مجرد تسليم واذعان، ومثال ذلك ان العلم كشف في هذه القرون الاخيره حقائق وطبائع كثيره تعزى لكاشفيها ومخترعيها من علماء اوروبا وامريكا، والمدقق في القران يجد اكثرها ورد به التصريح او التلميح في القران منذ 13 قرنا. وما بقيت مسطوره تحت غشاء من الخفاء الا لتكون عند ظهورها معجزه للقران شاهده بانه كلام رب لا يعلم الغيب سواه ومن ذلك انهم قد كشفوا ان ماده الكون هي الاثير وقد وصف القران بدء التكوين فقال ثم استوى الى السماء وهي دخان وكشفوا ان الكائنات في حركه دائمه دائبه والقران يقول: وآية لهم الارض الميتة احييناها، الى ان يقول: وكل في فلك يسبحون. وحققوا ان الارض منفتقة في النظام الشمسي والقران يقول: ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. وحققوا ان القمر منشق من الارض والقران يقول: أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها ويقول اقتربت الساعة وانشق القمر وحققوا أن طبقات الأرض سبع والقرآن يقول الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن وحققوا أنه لولا الجبال لاقتضى الثقل النوعي أن تميد الأرض أي ترتج في دورتها والقرآن يقول وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وكشفوا أن سر التركيب الكيميائي بل والمعنوي هو تخالف نسبة المقادير وضبطها والقرآن يقول كل شيء عنده بمقدار وكشفوا أن للجمادات حياة قائمة بماء التبلور والقرآن يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي وحققوا ان العالم العضوي ومنه الانسان ترقى من الجماد والقران يقول: ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين، وكشفوا ناموس اللقاح العام في النبات والقران يقول: خلق الازواج كلها مما تنبت الارض، ويقول: فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، ويقول: اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين وكشفوا طريقة إمساك الظل أي التصوير الشمسي والقرآن يقول ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا وكشفوا تسيير السفن والمركبات بالبخار والكهرباء والقرآن يقول بعد ذكره الدواب والجوارب الريح وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وكشفوا وجود الميكروب وتأثيره والجدري وغيره من الأمراض والقرآن يقول: "وأرسل عليهم طيرا أبابيل" أي متتابعة مجتمعة ترميهم بحجارة من سجيل، أي من طين المستنقعات اليابس، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المحققة لبعض مكتشفات علم الهيئة والنواميس الطبيعية. وبالقياس على ما تقدم ذكره يقتضي ان كثيرا من اياته سينكشف سرها في المستقبل في وقتها المرهون تجديدا لاعجازه باخباره عما في الغيب ما دام الزمان وما كر الجديدان فلا بد ان ياتي يوم يكشف فيه العلم ان الجمادات ايضا تنمو باللقاح كما تشير الى ذلك ايه ومن كل شيء خلقنا زوجين